الجزائر هي سوق مهم جدا بالنسبة للصين في إفريقيا، وأكثر من ذلك هي شريك دائم بالنسبة لنا. هكذا عبر سفير الصين في الجزائر عن أهمية السوق الجزائرية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. منذ 2013 الصين أول شريك اقتصادي للجزائر، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً مهماً بالسوق الجزائرية بقيمة واردات تعدت 12.25% خلال جانفي 2018، لتكون بذلك الجزائر أول شريك إفريقي للصين. عندنا تبادل تجاري بين الطرفين بقيمة 8 مليار دولار، ونحن نفتخر باحتلال المرتبة الأولى. وأيضا الصين مستثمر مهم بالنسبة للجزائر، استثماراتنا مقدرة ب 2.6 مليار دولار مجملها في مجال المحروقات. أهمية الشراكة الجزائرية الصينية في المجال الاقتصادي حسب بعض الخبراء ستساهم بشكل كبير في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، كون الصين أول قوة اقتصادية في العالم. الشراكة الصينية في بناء الطرقات، في بناء السدود، بناء الشرشار، ولأول مرة دولة الوحيدة التي استطاعت أن تدعم الاقتصاد الجزائري هي بناء مصفات للبترول، لتكون الجزائر والصين محطة للإنتاج والتصدير من الجزائر إلى أوروبا، من الجزائر إلى إفريقيا. تمر اليوم الذكرى 60 على العلاقات الجزائرية الصينية. المناسبة كانت فرصة لاستعراض مجالات الشراكة والتأكيد على أهمية تطويرها في مختلف المجالات خلال ندوة نظمتها كلية العلوم السياسية بالمناسبة. وأكد السفير أن هذه الذكرى فرصة لانطلاقة جديدة.